أنا بدأت حياتي طالبا في القوات الجوية لأن كانت هوايتي أن أكون طيار، وذهبت قضيت سنتين في القوات الجوية في الحديدة لأسباب اختلافي مع القائد. الأستاذ علي حمود العصري، أهلا ومرحبا بك. شكرا لك على الاستضافة وأنا سعيد أن أكون ضيفا معك. وأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام أينما كنتم داخل الوطن وخارجه في مستهل حلقة جديدة من برنامج وجوه مألوفة ومع الإعلامي والمذيع الرياضي الأستاذ علي حمود العصري. لعل كل الذين كانوا في الكواليس ذكروك باستديو الرياضة. بالفعل الجو جو استديو الرياضة والشخوص أيضا هم نفس من عملوا معي في سنوات مضت. أشعرك يعني شعرت بالارتياح؟ شعرت بالحنين إلى منصة العمل التلفزيوني. ما زالت لديك الرغبة؟ بدون شك، دائما المبدع إبداعاته لن تتوقف إلا ما شاء الله، والعالم والمتحضرين يستفيدون من الخبرات التي لها باع طويل في هذا المجال حتى إلى سن متأخر جدا ويعتبرونهم رموز الإبداع. هل والإبداع يمكن لا مجال له أن نقول بأن علي حمود العصري هو في استراحة محارب؟ بالفعل أنا هذه الفترة استرجعت ذاكرتي منذ أن بدأت في العمل في الإذاعة، وتصور أن كانت بدايتي في برنامج زراعي. نعم. كان المهندس يحيى شجاع. نعم. إن كان عائشا فنحييه وإن كان ميتا فرحمه الله، كان مهندسا زراعيا ويأتي بالمادة الزراعية ونعمل برنامج والدي دي تي وكيف تقضي على الحشرات وإلى آخره، ثم تطور إلى برنامج الجيل الصاعد موجه للمدارس والتربية. ولهذا جاء في التلفزيون برنامج مع الطلبة ارتبط بي وبزملاء آخرين. سأتي إلى هذه التفاصيل، لكن اليوم وبعد هذه الاستراحة وبعد أن أصبحت مراقب للمشهد برمته من ضمنه الإعلام وما يقدم، هل لدى علي العصري فكرة جديدة إذا ما عاد لمشاهدي إذا ما عاد لمحبي؟ ليست فكرة واحدة ولكن أفكار، لأنه الحمد لله أنه هذه الأيام وجدت قنوات وإن كانت تتبع هنا وهناك، لكن يكفينا أن بعض المحطات تعمل للوطن وهذا هو الأساس، والإعلامي الذي يتبع بقوة لوطنه وبلده هو الأفضل، أما الذي يسوقه التيار إلى أهداف أخرى فإنه ينتهي بسرعة. قبل أن أبدأ وأخوض في مسار برنامجنا وجوه مألوفة، تتابع اليمن اليوم وما تفرده من حيز، ولو أن القناة هي قناة سياسية بامتياز وإخبارية لكنها تفرد مساحة للأخبار الرياضية، تفرد مساحة في برامجها لبرنامج هو أهل الرياضة يقدمه الزميل العزيز أحمد الضامري. كيف تجد ما تقدمه اليمن اليوم مقارنة على المستوى المحلي؟ يعني هو من الشيء الجميل وجود القنوات وإفراد برامج رياضية، يكفي لإشباع رغبات المشاهد الذي يتتبع هنا وهناك، وإن كانت البرامج المحلية في هذه القنوات تتعب كثيرا للبحث عن المادة، لأنه للأسف القاعدة الرياضية في وطننا ضعيفة جدا وعادت إلى الخلف أكثر من درجة، ولهذا البرامج الرياضية هي تتطور إذا ما كان هناك تطور رياضي محلي. أما إذا عملت على أن تتابع الرياضة الخارجية فبالصعوبة أن تحصل على كل المواد بسهولة ما لم تكن من قنوات. كيف وجدت العمل يعني في اليمن اليوم وما تقدم؟
يعني متواضع على المستوى مقبول، يعني شيء يضاف إلى ما كنا نقدمه. لكن لو عدت بالذاكرة عندما بدأ استوديو الرياضة في التلفزيون كنا نعتمد على الأخبار، وكانت تأتينا مواد مسجلة في التيلي سينما، كل دقيقتين أو ثلاث دقائق تيلي سينما، وتأتي من شركة ترانزستر الألمانية، عملنا معها عقد وتأتي أسبوعيا، ثم نجمعها ونعملها في المونتاج السينمائي، تكون بكرة نص ساعة وفيها أخبار متنوعة، كرة قدم، تزلج، طائرة، سلة. وكانت هذا المادة مشبعة لرغبات الجمهور. الناحية الثانية كانت هناك ارتباطات للتلفزيون اليمني في بدايته مع الألمان الذين ساعدونا بوجبة من الدوري الألماني في شكل مباريات مختصرة، لا تكون ساعة ونصف ولكن تكون 35 دقيقة لأهم ما جرى في المباراة. لكن هناك برنامج في الذاكرة من التلفزيون الألماني، تيلي ماتش، هذا عبارة عن الألعاب الشعبية. وهنا كان هناك فكرة، الزميل يحيى علاو رحمه الله عمل في برنامجه فرسان الميدان اختيار للألعاب الشعبية بعد أن تعاونت معه، واخترت له ماذا يجب أن يقدم. هي الألعاب الشعبية التي ألعاب تلقائية ولكنها شبه مضحكة، شبه فكاهية. الألمان تطوروا فيها فأصبح برنامجهم تيلي ماتش، تأتي كل المدن الألمانية وتشارك باسم المدينة، باسم القرية، كفريق يقدم، وكلها ألعاب شعبية. حتى اليابان عملوا برنامج بهذا النمط. التلفزيون مادة كالبئر لا تمتلئ. طيب لنبدأ مسار هذا البرنامج ولو أننا دخلناه من غير بابه، لكن نبدأ أشخاص في حياتي، نريد أن نعرف بعض الأشخاص. بداية شخص رشحك لأن تكون مذيعا ومن أوائل مذيعي التلفزيون اليمني. سؤال جميل ويذكرني ولابد أن أقول الحقيقة. أنا بدأت حياتي طالبا في القوات الجوية لأن كانت هوايتي أن أكون طيار، وذهبت قضيت سنتين في القوات الجوية في الحديدة لأسباب اختلافي مع القائد علي الشيبة رحمه الله. رحلت ووجدني أمام منزلي في عصر، كان لا زال اللواء حسين شرف الكبسي من أبطال الثورة، يسألني لماذا تركت القوات الجوية. قلت الأسباب التالية: واحد، فإذا به أشاهد إبراهيم الحمدي الرئيس الراحل رحمه الله يأتي لزيارة حسين شرف ويتعرف علي ويقول: أنا سمعت أنك طالب في الطيران، فماذا جرى؟ كان الرئيس إبراهيم الحمدي يعني فهو الذي قريب إلى هذه الدرجة من الناس؟ من الناس بهذا الشكل. وزيارته لحسين شرف لأنه أقرب زملائه، وكان دائما في عصر عند اللواء حسين شرف، نتمنى له الصحة والعافية. فإذا به خط ورقة: الأخ أحمد دهمش يحمل هذا إليكم، الولد علي العصري لدي من المؤهلات ما يستطيع أن يعمل لديكم. وكيف عرف الرئيس إبراهيم الحمدي رغبات وطموح وتطلعات علي العصري حتى يعني كان هدفه يعطيك رسالة إلى التلفزيون؟ ليس للتلفزيون، لأن التلفزيون لم يكن في ذلك الوقت لوزير الإعلام. الوزير الإعلام أحمد دهمش كان الهدف منه أن ألقى أي وظيفة أستطيع أن أستمر فيها، لأنه بدون وظيفة، لأنه حاول أن أعود إلى الجوية ويتدخل فرفضت لأنه وجدت أنه لا مجال. فقال: هل تعمل في مجال الإعلام مثلا؟ قلت له: ممكن. فكانت الرسالة أحمد دهمش، وفكرت في تلك اللحظة أن أعمل إداريا في وزارة الإعلام. الأستاذ أحمد دهمش رعاه الله وكان من أفضل وزراء الإعلام، التلفزيون والإذاعة والبنى التحتية الموجودة هي من بناء أحمد دهمش، كان متطورا في مشاريعه حتى في المجال الرياضي. أحمد دهمش عمل 6 أشهر
كوزير للشباب والرياضة هو الذي حجز المدن الرياضية في ذهبان، المدينة الرياضية ملعب علي محسن، في الحديدة، في تعز، حجز أراضي واشتراها من الملاك، وهي الأراضي والمدن الرياضية التي لازلت اليوم. الأستاذ أحمد دهمش بالفعل وصلت إليه ويتصل بالإذاعة أوتوماتيكيا بالتليفون للأستاذ عبد العزيز شايف ويقول له سيأتي إليك فلان الفلاني. حينها كان الأستاذ شايف مديرا للإذاعة ورئيس المذيعين عبد الله شمسان. وجرت الاختبارات لمدة أسبوع في اللغة والنحو والإلقاء، أنا ما كنت مفكر أن يكون هذا هو المجال، لكن وجدتها فرصة وتعرفت على الزملاء في تلك الفترة: محمد المحبشي، عبد الملك العيزري، إسماعيل الكبسي. هؤلاء أساتذة لا نستطيع أن نستغني على ما قدموا في مجال الإعلام الإذاعي، لأن لهم خبرة متميزة بالفعل. وكيف انتقلت بعدها من الإذاعة إلى التلفزيون؟ كان هناك إعداد للتلفزيون، فاختاروا مجموعة من العاملين. عندما افتتح التلفزيون عام في 75، 75. لكن في 74 رحل مجموعة من العاملين في مجال الإعلام بشكل عام إلى إيران، ومجموعة إلى قطر، وأخرى إلى جدة. كنت أنت من ضمن من ذهب إلى جدة. إلى جدة تم اختياري والأخ عبد الله الجوري كمذيعين، لكن لم يقبل كمذيع إلا أنا، وقضينا 6 أشهر. ومات الملك فيصل ونحن نعمل في إذاعة جدة. اكتشفت مذيع رياضي كأنه نفس مجالي، علي داود، كان حارس مرمى نادي الوحدة في مكة، وهو رئيس قسم المذيعين في إذاعة جدة. وعملنا سويا لأنه التقارب رياضي. عملت في إذاعة جدة؟ نعم. رغم أنك ابتعثت للتدريب للتلفزيون. نعم. لماذا استهوتك الإذاعة وابتعدت عن ما ذهبت إليه؟ لأنه أنا في تلك الوقت أن نبدأ التدريب إذاعيا ثم ننتقل تلفزيونيا. وأول ما ذهبت إلى التلفزيون كان الشرط أن أرتدي العقال، وهذه كانت عندي عزة نفس. لا، مع أنه لو لكن العقال هو عربي في الأخير. عربي طبعا، وبس كانت في هذه الفترة الشباب ولا هذا، كأنه هذا ضد، وأنا لم أخذ بالي أنها طبيعية إلا بعد، حتى سئلت والرئيس إبراهيم الحمدي في زيارة الجدة، ذهبنا لزيارته وقل أين قطعت في مرحلة التدريب، فشرحت له وقلت له عن قضية العقال، قال البس حتى 20 عقال، المهم تتعلم وتتدرب. فكانت البداية سنستمر فيها فيما حدث وفاة الملك فيصل، فاستقطعوا التدريب وعدنا، وبعد 2 شهر بدأ التلفزيون، وكنت من الأوائل مع محمد المحبشي، فاتن اليوسفي، عبد الله الحرازي، هؤلاء المذيعين. وكان المسؤول عن المذيعين والبرامج في تلك الفترة علي ياسين فلسطيني، ثم رفضنا ذلك وسلمنا المهمة للأستاذ محمد المحبشي رحمه الله. وكانت هذه هي بداية التلفزيون. كانت بدايتك في البرامج الزراعية، لماذا بدأت زراعيا وتحولت رياضيا؟ لأنه في الإذاعة كان هناك انتقال برامج للمتدربين، برامج فئوية الذي تسهل أن تفهم، وكان هناك من البرامج أن تضيف نفسك في ورديات التنسيق والمكتبة حتى تعلم كيف تنسق، كيف تضع البرنامج اليومي، كيف كيف كيف. ثم انتقلت من الزراعة إلى الطلبة الذي هو الجيل الصاعد، فطرحت فكرة، وكنت في تلك الآونة لاعب في نادي الوحدة والمنتخب الوطني، وذهبنا إلى الصين، عندما دعت الصين إبراهيم الحمدي للزيارة رشح فريق فني والمنتخب الوطني ليذهبوا للصين. الفريق الفني تأخر والفريق الرياضي تقدم، وصلنا إلى بكين، حدث الزلزال، الصينيون اعتذروا لإبراهيم الحمدي وألغيت الزيارة، لكن الفريق الرياضي وصل إلى بكين. وأول ليلة نمنا في الحديقة، رغم أنه شاهدنا فندق 30 دور ولأول مرة،
لكن قالوا نظرا لوجود الزلزال مستمر المنام سيكون في حديقة الشعب وهي تحت الهوتيل، وهي من الذكريات الجميلة. ولا أنسى بالمصادفة وجدنا طالب كان في طلبة بيدرسوا في الصين ليكون يقوم بالترجمة لنذهب إلى الأماكن في الصين. في شنغهاي وجدنا الطالب عبد الملك المعلم الوزير. والآن وزير مواصلات. ففي تلك الفترة في 75 وجدته طالبا في شنغهاي، كان مترجما للمنتخب. منتخب اخترت من الفريق العربي الموحد في 2008 في الألعاب الأولمبية في بكين، فإذا بي أقابل السفير عبد الملك المعلمي في بكين. هذا عام كم؟ 2008. شوف المصادفة، 1975 كطالب و2008 سفير في بكين. نعم. وهو يذكرني بالمناسبة، قال أخ علي هل تذكر في عام 75 شنغهاي؟ قلت بالفعل وأنت طالبا تترجم، واليوم أقابلك كسفير لليمن وأنت تمثل اليمن خير تمثيل. هذه من الأشياء الجميلة. نعم. الرياضة، ولأني لاعب، جعلتني أطرح فكرة على الإذاعة أن نوجد برنامج. كان قبلي برنامج رياضي أسبوعي كان يعده الأستاذ أحمد يحيى الكبسي، كان في مجال الشباب والرياضة، رئيس المجلس على الشباب والرياضة، والزميل أحمد الذهباني والزميل المرحوم أحمد الرعيني ابن الأستاذ أحمد الرعيني، كانوا يقومون بتجميع برنامج شبابي والرياضة. ثم اختفى لأن الذهباني ذهب للجزائر للدراسة، الأستاذ أحمد ترك مجال الشباب والرياضة وذهب إلى ألمانيا في السفارة. لكن أنا جيت إلى الإذاعة فعدت البرامج الرياضية واستمرت حتى الآن. نعم. أنا لم أتركها حتى وأنا في التلفزيون إلا في عام 90. من نادي المفضل لعلي العصري محليا وعربيا ودوليا؟ أنا طبعا نادي الوحدة بالنسبة لي هو مدرسة، لأني درست في مدرسة العلفي في القاع، انتقلنا للفترة الإعدادية في سنة 65، فانتقلنا لأنه احنا قسم داخلي لكي لا أذهب للعصر وأعود، فحبينا المسافة في المدرسة، فالاختيار لك أن تختار المدرسة. فكانت هناك مدرسة سيف من المدارس المتميزة، لكن احنا اخترنا مدرسة الوحدة وهي تحمل اسم نادي الوحدة، وكنا نمكث فيها ونلعب فيها. ونادي الوحدة دخلته في 64 كهاوي ثم استمريت. وبالتالي هو ناديك نادي الوحدة، هو نادي المفضل محليا وعربيا. أنا عربيا كان يروق لي الزمالك نظرا لوجود رحمه الله الكابتن علي محسن، كنا نتغنى به كما تغنى به المصريون. أنا في فترة من الفترات ذهبت لمصر وأزور الحسين والسيدة وأسأل كيف المصريين الآن وكيف مصر، يقول لي مصري بالفصحى الطيبة، آه على زمان عبد الناصر وأم كلثوم وعلي محسن. جمع بين الرياسة والفن والرياضة. علي محسن كان بالنسبة للمصريين أفضل لاعب. جمال عبد الناصر أعطاه الجنسية، نقله من مصر إلى لندن على حسابه بطيارة خاصة لعلاجه، ونحن أهملناه رغم أنه كان عالميا برشلونة. رغم الهزائم مهما كان لكل جواد كبوة، لكن هو كلما زادت النجوم أخفق اللاعبون في الأداء. وعندما يكون نجم نجمين، عندما كان ميسي كان يقوم بالواجب في أكثر من مباراة، لكن عندما ينمر ويأتي الثاني والثالث خلاص كل يريد أن يظهر، فهذه أثرت. والمدرب له دور كبير. طيب. يعرف. ننتقل لفقرة أخرى عنوانها أثق فيه. أستاذ علي العصري، هل تثق باتحاد الإعلام الرياضي ودوره المنوط به؟ كنت أثق، لكن الآن لا. عندما بدأ بمجموعة من الإعلاميين المتخصصين
الجادين في العمل الإعلامي كالذي بدأوا وأنا كنت واحد منهم، ولكن لكثرة أعمالي انسحبت. لكن مطهر الإشموري، حسين العواضي، الصعفاني، خالد صالح، محمد عبد الله فارح، هؤلاء هم الكوكبة، وكان فيصل المكرم معهم. عندما ظهرت أقلام لا ندري من أين أتت، ولعدم وجود التصنيف ومن يكون الإعلام الرياضي، أصبحت ميدان يترتع فيه كل من يهوى الرياضة ويكتب من مكانه ولا يعلم بالملاعب ولا ما هي أنواع الرياضة. هل يمكن أن تؤدي القنوات التلفزيونية الدور الذي تدعيه بأنها رياضية؟ مثلا لدينا قناة خاصة تقول أنها رياضية، ولدينا قناة حكومية تقول أنها شبابية رياضية، لكنها كل يغني على ليلاه وكل له طريقة خاصة، لكن في التخصص لا وجود. ظهرت سبأ فاختفت وأصبحت مخضرية كما قال السلال، أصبحت تربوية، سياحية، سياسية، شعرية، لم يكن لها هدف. هي وجدت لأن يكون هناك 50% شبابية وتعليمية، 50% رياضية. لكن احنا طرحنا عليهم في تلك الفترة ولم يسمعونا المتخصصين، وأصبحت القناة خصوصية وعملت في منازل ولم تظهر إلا ونسمع أن في قناة، مع أنه كان يمكن أن تقوم بالواجب وتخدم فئة كبيرة من الشباب، لكن ضاعت في مجال آخر. القناة الجديدة الرياضية هي تتبع شخص حاول أن يبيع الدوري لأكثر من قنوات خارجية، فوجدوا أنه لا نظام لديه ولا برمجة ولا يستطيع، لأن القنوات التي تريد أن تشتري حقوق رياضية تريد منك برنامج بالدقيقة بالمكان بالزمان من قبل 6 أشهر. في اليمن الدوري لا تعرف من قبل ساعة هل المباراة ستقام أم لم تقام. فعمل على إيجاد قناة، هي قناة من مجمل القنوات التي ظهرت، وبنفس كما نفس القنوات الأخرى من هذا الاتجاه أو من ذلك الاتجاه، لكن أسموها القناة الرياضية الخاصة. فأنزل إعلان بشكل سريع من سيشتري الدوري. لا اليمن اليوم عرفت، ولا اليمن الأولى عرفت، ولا القنوات الأخرى، فلم نعرف إلا بالإعلان بأن معين أخذت حق النقل التلفزيوني. وبما بأجهزة التلفزيون الحكومي وبمقابل مبلغ زهيد، لأنه ينقل المباراة 90 دقيقة و20 دقيقة ما قبل وبعد، والإعلانات لصالحة، مع أنها مفروض تكون للأندية نسب، ومن ثم يعمل مقابلات عبر القمر الصناعي على حساب التلفزيون اليمني لمدة نصف ساعة، والفاتورة للأقمار الصناعية هابط صاعد على القناة الفضائية، والدفع لا يساوي 5000 دولار مقابل هذا كله. كيف ولماذا؟ ولم يأخذوا استشارة المختصين، فكان بيع في ليلة ظلماء، أشبه يمكن القول بمقاول من الباطن. أكيد هم قالوا باعوا الدوري لأن هذا لصالح الأندية. إلى اليوم لم تستلم الأندية حقوقها لسنوات مضت، هو باع الدوري في سنوات مضت لقنوات وهمية، منها شركة سعودية ومنها الاي ار تي وهلم جر. هل تثق بالدور الذي يقدمه اتحاد كرة القدم؟ لا. طيب هل تثق بدور صندوق النشء والشباب؟ لا، لأنه خرج عن المصداقية التي وجدت من أجلها، أو وجد هذا الصندوق الذي أوجده الدكتور عبد الوهاب راوح ليكون صانع للمنشآت وللنشأ في وقت واحد، وكانت هذه النقاط تتقدم بشكل واضح. طيب. الآن سيس، قلت بأن الصندوق، وهذا حديث لك، قلت بأن الصندوق هو ما دفع الكثير للتكالب على الرياضة، فلم نكن نعرف العيسي ولا الشيباني الذي ترك الدبلوماسية والسياسة وجاء إلى كرة القدم. هذا بالفعل، لو لم يكن هناك مال بهذا الشكل لما جاءوا،
لماذا لم يأتوا من قبل؟ كان رحمه الله علي الأشول فيها مكسب؟ بالكثير. ولماذا الانتخابات الوهمية وهي الذي جاهز قبل الصندوق؟ لكن الأيسي حصل على الثقة للمرة الثالثة، لأن الجمعية العمومية في كل الأندية مشترى، لم يذهب أي مندوب من الأندية إلى الانتخابات. تم تطعيم أعضاء يعني جدد؟ لا، هذه لعبة ومسرحية نعرفها. الشعب صنعاء قاتل وجاهد من أجل أن يخوض أحمد جمعان الانتخابات ويكون رجل تجاري ورجل أعمال ويكون مسوق على الأقل في اتحاد كرة القدم. إذا به ينسحب في آخر لحظة، وكما قالوا دخل من الباب الجنوبي وخرج من الباب الشمالي لصارت الانتخابات. فلماذا ولم يستدعوه؟ أنا أسأل اتحاد كرة القدم، عندما دخل فتحي عبد الواسع في الاتحاد السابق كنائب أول، جمال حمدي كنائب ثاني، لماذا رحلوا واستقالوا ولم يظهر الاتحاد الأسباب؟ واستمر الاتحاد يعمل مع أنه مشلول بنائبين، ولم يجري انتخابات للنائب الأول والثاني حتى تكون اللعبة واضحة. استمر هو رجل واحد، هو العيسي، يقول ما يريد وينفذ ما يريد. وكيف هو يدفع للرياضة من أين؟ ماله الخاص. أي ماله الخاص، يكسب من مال الاتحاد كرة القدم ويكسب من شهرة اتحاد كرة القدم. هل لديك ما يثبت هذا الادعاء؟ أنا لا لدي إثباتات، لكن الواقع يثبت ذلك. أي واقع؟ واقع الاستلام من المالية وال50 مليون كل شهر. أين تذهب؟ إذا كان مخصص للاعب في الدوري اليمني 800 تغذية و1200 مواصلة تقريبا إذا لم ترتفع. اتحاد كرة القدم هو يناضل أنه اتحاد أهلي، لماذا يبحث عن المال وهو اتحاد أهلي؟ يترك الوزارة والحكومة ويبحث عن المال هو نفسه، وعشان نضرب له سلام مربع. لكن يطلب المال من الدولة ومن صندوق النشء ويقول أنا أدفع لكم وأقدم. هو ربما يقدم من خزينته المالية كرجل أعمال، لكن يستعيضها. أسأل سؤال أنا أيضا، عنده مليارات كعهدة، لماذا لم يصفى العهد ويقولوا لنا أين ذهبت وفي ماذا صرفت؟ عهدة الملايين التي استلموها. عهدة إيش؟ منها خليجي 20، كان هناك 5 مليون دولار من الإماراتيين عندما اشتروا حق النقل التلفزيوني، وهذه خصصوها لصالح المنتخب الوطني. عندما وجدت هذه الملايين، لماذا لم يصنعوا لنا منتخب على الأقل يرفع رأسنا شوي؟ بالمفتوح، هل تتهم العيسي بالفساد؟ الاتحاد العام لكرة القدم وهو على رأس الاتحاد، لأنه أي اتحاد فيه فساد وفيه مشاكل رئيس الاتحاد يتحمل المسؤولية. كما يقولون مثلا رئيس الدولة، البعض يقول بأنه نظرتك السوداوية تجاه الانتخابات ربما يعني هي التي تحكم وليس هو المنطق. لا لا، هذا بعيد عن المنطق، لأنه عندما نقول الجمعية العمومية هي الأساس، هل تركوا للجمعية العمومية حق الاختيار أم وضعوا لها أوراق مجهزة عليك أن تختار هذا وهذا؟ والدليل على أنهم أخرجوا ناس كانوا جاهزين لاتحاد كرة القدم. تصور أبو علي غالب دكتور في كلية التربية الرياضية في الحديدة ولاعب منتخب وطني ولاعب، يبتعد من الانتخابات والأصوات تذهب لناس لا نعلم عنهم شيء. طيب هذه نسأل، إذا كانوا يريدوا الإصلاح فنختار الأفضل والأندية تختار الأفضل، لكن الأندية مشترى. اسمح لي أن أذهب إلى فاصل قصير ومن ثم أعود إلى صورة، وهي فقرة هامة في برنامجنا. مشاهدينا، فقرة صورة بعد الفاصل. مشاهدينا
مشاهدي الكرام، اهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج وجوه مألوفة، ومع ضيفي العزيز الاعلامي الرياضي علي حمود العصري. مرحبا واهلا وسهلا من جديد. شكرا كثيرا. صورة، نتابع مجموعة من الصور. هذا رئيس قطاع التلفزيون الاستاذ حسين با سليم. نعم. يقال بانك قصيت في عهده. ويا للاسف، هو يعرف عن تاريخ علي العصري وعن قدرات علي العصري وعن أداء علي العصري ويعترف بذلك، لكن فرض عليه زيح علي العصري. نعم. يقال بأنك لم تقدم أي جديد، وبالتالي كان حتما أن يأتي بغيرك. طيب، أنا أقول الذي يريد أن يجدد يظهر لنا في الشاشة ماذا أضافه من جديد، ولكن لو كان هناك ربع ما قدمت لكنت استقلت أو أزحت نفسي بنفسي، لكن لم يقدموا أي جديد. بس هي أيضا من التوجيهات العليا له، تخلص من فلان وفلان لتكون الميدان حاليا. التوجيهات العليا يعني هل هي مهنية أم أنها وراءها ما وراءها؟ وراءها ما وراءها. نعم، ويعرفون ذلك والحاليين. هل لك موقف سياسي معين؟ أنا لم أكن في يوم من الأيام لي مواقف سياسية، أنا كان صوتي للوطن وسيبقى للوطن ولا نتغير مع المواقف السياسية، لكن من جاءوا هكذا، حتى الذي وجهه هو موجه للأسف. من الذي وجهه؟ يعرف ذلك. وفي كثير من الأعمال في الإذاعة والتلفزيون والمؤسسة هو موجه، اعمل كذا واعمل كذا. ننتقل لصورة أخرى. هذه صورة الأستاذ والإعلامي الرياضي المعروف محمد سعيد سالم. هذا أكن له كل الاحترام، قدمنا سويا عمل متميز حتى قبل الوحدة. شاركت أنا والزميل محمد سعيد في دورات تعليق في الأردن في عام 79 وفي دورات أخرى. كان لنا الدور الكبير في التوحيد الرياضي قبل الوحدة اليمنية. حتى بعد الوحدة عملنا البرامج المشتركة، أسبوع من عدن وأسبوع من صنعاء. محمد سعيد سالم كمعلق كإعلامي له دور كبير، لكن عندما عين في وزارة الشباب كمدير الإعلام خرج عن قدراته، وهي قدراته في الصحافة في الإعلام في البرامج الرياضية. العمل المكتبي لا يناسبه، هو مزاجي نوعا ما، لكن نحترم قدراته في المجال الرياضي والإعلامي. لماذا غاب اتحاد الإعلام الرياضي بعد أن غاب الأستاذ محمد سعيد سالم؟ هو في تلك الفترة كانت هناك أكثر من اتحاد إعلام رياضي. اتحاد إعلام رياضي كان مختار كلجنة مؤقتة تفرز وتقوم بالتوصيف، حتى وصلنا إلى المؤتمر الرياضي الذي عقد في تعز، شكلنا لجنة مؤقتة تدير، منها مطار الشموري، حسين العواضي، خالد صالح، أنا وحسن بايزيد، وبدأنا نعمل نظام للانتخابات للإعلام الجديد، وعلى أساس أن نحن الموجودين في اللجنة المؤقتة نقوم بدور التنظيم والانتخاب ولا ندخل فيها ولا لشيء، لكن المستفيدين من ذلك لم يريدوا الاستمرارية فنكشوها كما يقولون في المثل القديم، فخربوها، عملوا ميزانية وقالوا بأن الميزانية لم تصرف، مع أن الوزير كان أيضا يعني مساهم في النجاح وكان موافق على الميزانية التشغيلية. فالأسباب ضغط على الإعلام الرياضي الإعلام السياسي فخربوها من جديد. ننتقل لصورة أخرى.
هذه صورة المدرب البرازيلي زاجالو. هذا الذي قال يوما من الأيام وهو مدرب في السعودية: أعطوني الجمهور اليمني أعطيكم كأس العالم. لأن كان الجمهور اليمني يوصف سواء في الداخل أو الخارج بأنه الأفضل، فكان تذهب منتخبات ومنها منتخب الشطر الجنوبي قبل الوحدة، ولعبوا في الملز في السعودية، الجمهور اليمني التقى وتوحد بالعلم وبالتصفيق وبالتشجيع، وفاز علي محسن بمنتخب متميز. كان هناك معنوية، كان يوصف اللاعب اليمني بحبه بمعنوياته، هذه ضاعت اليوم، لم توجد لا معنويات ولا حب للبلد، حتى أنه في إحدى البطولات يعني ما قال زاجالو من الجمهور، الجمهور موجود، لماذا لم نحصل على بطولة حتى محل يعني قاعدة عربية أساسية؟ يا رجل ذهبنا نشارك في إحدى البطولات ونسيوا هذا النشيط الوطني، وعزف لنا نشيط أوزبكستان أو قرغستان، والإداريين اتحاد كرة القدم يبتسمون في المنصة، ومرة من المرات رفع علم قبل الوحدة. مهازل، أين الإدارة؟ أين الذهاب مستعد؟ مرات عديدة يعود المنتخب على مجموعات لعدم وجود حجز، لماذا؟ هذا يدل على عدم وجود تنظيم، تخطيط، برمجة، عمل منظم. رابح سعدان المدرب الجزائري جاء إلينا وعمل معنا وكانت بصماته واضحة، عندما يعرفون أن أي واحد متميز يحاول مضايقته حتى يرحل. جاء لنا روميريو المدرب في فترة من الفترات، قالوا هذا لا يعرف وسيدي عنده ضعيف ولا يوجد، وأصبح ثاني مدرب لإحدى الأندية الأوروبية. رابح سعدان قلت: ماذا جرى للكرة اليمنية يا كابتن رابح؟ قال: عندكم مال، عندكم لاعبين، عندكم ناشئين، عندكم شباب، عندكم ملاعب، لكن لا يوجد عندكم تخطيط، تنظيم، برمجة، عمل منظم. اتحاد كرة القدم لابد أن يكون كالشركة التي ترغب أن يكون عملها منظم لتكسب، لكن هذا عمل، روح شوف اتحاد كرة القدم مغلق، إذا داوم الأمين العام ساعة ساعتين البقية لا يعرفون أن يذهبون. لماذا؟ إحنا نريد أن، لماذا عدنا بكل كرة القدم اليمنية يعني تحمل كل الخطأ الاتحاد. الاتحاد ألا ترى بأنك غير منصف؟ لا مش أنا أريد من اتحاد كرة القدم أن ينظم ويخطط، ولا نسائله إذا كان عنده التخطيط والتنظيم. هو من ثمان سنوات يتغنى بدوري الناشئين. لماذا عيو حصري وتحامل كل هذا على اتحاد كرة القدم؟ لأنهم ظلموا الرياضة في بلدنا وخاصة كرة القدم، ولدينا نشأ وشباب. يا رجل اذهب إلى الحارات ستجد مباريات في الحارات أفضل من الدوري اليمني. برأيك من هو الشخص الأنسب لهذا الاتحاد؟ أي شخص سيأتي ويعمل من أجل أن يطور وبنظام وبتخطيط وبرمجة. طيب ننتقل لصورة، حتى لو ذهبت أنت لتعمل وأنت لديك النية ستعمل وتظهر هذه. طيب ننتقل لصورة أخرى، هذه صورة المشير والرئيس المصري الزعيم القادم لمصر، وصورة تذكرنا بجمال عبد الناصر. ليس أنا أقول ذلك، ولكن الجمهور المصري والذي خرج، ونتيجة الانتخابات 23 مليون مقابل 700 ألف، رغم أن الرجل الآخر مناضل ورجل وطني وناصري حمدين صباحي، لكن هذا هو المنقذ لمصر في هذه الفترة. إذا ما تعاون المصريون سيكون لمصر شأن كبير. هل ترى بأنه هو المنقذ لمصر والمنطقة من تنظيم وصف بالإرهابي؟ جدا، وهو رأى خلال فترة حكم مرسي بأن الخطورة قادمة لمصر والشرق الأوسط، وهي نفس الخطة التي قيل عنها الشرق الأوسط الجديد بدأوها بالعراق، والهدف هو إضعاف وإنهاء الجيوش العربية. أنهوا العراق، نقلوا لسوريا، وكانوا بادئين في مصر، لكن وجد
مخلصين مخلصين والجيش المصري خير أجناد العرب فعلا بالفعل. أشوف أنا من الشيء المضحك أن الجزيرة وللأسف نزلت وسقطت إعلاميا بالكذب والدجل الذي صدقناه لسنوات طويلة. ويقولون أمس أن المصريات خرجنا للرقص وليس للانتقالات، هذا أسلوب إعلام رخيص رخيص جدا. ننتقل لفقرة أخرى عنوانها أفضل بدون، وبكلمة واحدة أريد أن أعرف أفضل بدون لدى علي العصري. برأيك الدوري اليمني سيكون أفضل بدون؟ بدون اتحاد كرة القدم ولجنة مسقرة تعمل نظام أفضل. بطولة كأس العالم ستكون أفضل بدون؟ تدخل الاتحاد الدولي الذي أصبحت منظمة إرهابية مالية في العالم. وزارة الشباب والرياضة ستكون أفضل بدون؟ مجموعة الوكلاء الذين لا هم لهم إلا الكسب. كأس العالم قطر 2022 لن يكون في قطر. هذه من التدخلات الدولية، ولأننا قلت منظمة إرهابية مالية في العالم هو اتحاد كرة القدم. أكبر منظمة تجني مال عالمي هي اتحاد كرة القدم. غير شرعي؟ غير، لأنه شوف إلى 98 كانت كرة القدم جماهيرية بالفعل، لأنها تذهب لكل دول العالم ومبالغ رخيصة. أذكر في 98 في فرنسا كان نصيب التلفزيون اليمني 150 ألف دولار حصدناها من الإعلانات. بعد سنة 2002 طلبوا منا مليون دولار، الـ ERT أخذت البطولة من تحت الطاولة. اتحاد إذاعة العربية هو المظلة لكل القنوات في الشرق الأوسط، لكن لعدم وجود تشريع وقوانين تنظم وتمسك بالقنوات الخاصة التي استفادت من اتحاد ذات الدول العربية، الجزيرة والإم بي سي والإي آر تي دخلوا كأعضاء. لا زالت الإم بي سي محترمة ومع الاتحاد، لكن الجزيرة ومع ذلك أنت ترى بأن قطر لن تحضر رغم القرعة التي حصلتها في الآن. بدأت الحملة الإعلامية ضد الاتحاد الدولي بأنه كسب مبالغ من الأستاذ محمد بن همام، وهذا الشخص أحترمه كرئيس اتحاد كرة القدم في قطر في تلك الفترة، لكن اتهم بأنه هو من أوصل بعض المبالغ المالية، وهذه اتهامات صحف بريطانية وصحف أوروبية. وبدأوا من الآن يروجوا بأن التصويت كان خطأ. الأمين العام للاتحاد الدولي السابق يقول لو حصل هذا الشيء سنعيد التصويت من جديد. الإعلام الرسمي سيكون أفضل بدون؟ بدون الأقلام المهرجة. سريعا أيضا، ماذا يعني لك تكريم اتحاد تلفزيون الخليج؟ هذه كانت لفتة كريمة. أشكر إذاعة وتلفزيون الخليج أنه اختار علي العصري ضمن مجموعة من المعلقين المرموزين في الخليج، علي سعيد الكعبي ويوسف سيف. لكن هو الترشيح جاء مسبقا قبل سنوات عندما طلب إذاعة وتلفزيون الخليج أن نعمل مسابقة المعلقين الرياضيين، ولعل الزميل كمال الصعفان يعرف ذلك. جمعنا أكثر من 25 معلق وأجرينا الحوارات. طيب. والتعليقات. فكانت هذه البداية، وعندما طلب للمؤسسة الترشيح في هذا المجال وجدوا أن علي العصري هو الأفضل، يستحق التكريم. ولما لم تستحقه محليا؟ لما لم تكرم محليا؟ أسأل المسؤولين في اليمن، وإن كان اتحاد كرة القدم الذي أختلف معه سارع في الانتخابات الأخيرة واختارني ضمن المكرمين. ومع ذلك لازلت قاسيا عليهم. أنا أقول كلمتي، أنا أحترم أحمد العيسي كشخص وأحترم كل الشخص، لكن
أنا أختلف معه لأنه لم يعطي كرة القدم اليمنية أي شيء نرفع رؤوسنا بعض الشيء. كنا في مركز لا بأس به، الآن إحنا آخر بلد ونعمل مباريات تجريبية مع تشاد ونيبال ونفتخر بأنها نتائج. اتقوا الله. هل عرض عليك يوما ما العمل في قنوات خارجية؟ نعم. ولما لم تقبل؟ أول اختيار كان للجزيرة قبل أن تبدأ. كنت في تلك الفترة وفي عام 94 عندما حدثت حرب الانفصال، لم يكن معنا في تلك الفترة إلا تلفزيون قطر وهو أرضي، بقية التلفزيونات كانت ضد، وكان يوجد فضائيا الام بي سي وهي ضد. فطلب من التلفزيون القطري أن نقوم بعمل رسالة يومية عما يجري، فكلفت بها. كان بالمصادفة رئيس التلفزيون في قطر زميل عزيز كان إعلاميا ولا زال، سعد الرميحي. فعندما الأستاذ علي إسحاق كلفني بالمهمة أعطى رقمي للأستاذ سعد الرميحي. سعد الرميحي اتصل، فوجئ النعي العصري هو المكلف، قال الآن أرحتني. لماذا؟ قال ستكون رسالتك مباشرة ليس مسجلة. نعم. أكملنا المهمة، انتهت حرب الانفصال، ذهبت لقطر للتكريم. سعد الرميحي كزميل قال لدينا قناة ستظهر من قطر اسمها الجزيرة، ربما نستفيد منك. أول اتصال كان سامي حداد، قال أنت مرشح للعمل معنا، من سعد الرميحي نطلب منك الذهاب إلى مأرب لعمل تقرير عن الحدث اللي في مأرب. قلت للأسف لا يكون التخاطب بهذا الشيء، أن أذهب اليوم وأدي لك كاميرا وأعمل لك رسالة؟ كيف؟ أنا مذيع في اليمن وأنا مدير المذيعين، لازم رسالة ووزير الإعلام يوافق وأكون في الصورة عندما أتحرك وأذهب، الناس يعرفوا أنني مكلف، لكن هكذا مباشرة لا يمكن. ثم درستها في ذاكرتي وقلت كيف، فعرفت أنها كانت ستعطيني للخلف. طيب ماذا يعني لك وهي بكلمة أو كلمتين نادي الصقر بطل الدوري لموسمين؟ بطل يستحق، لأنه فيه إدارة منظمة مجيدة، فأجادوا وأخذوا الدوري. نادي الوحدة إدارته سيئة أهبطته، ولكنه عاد، نتمنى له التوفيق. نادي فحمان هذه مفاجأة، لأن أبين كانت مدرسة كرة القدم، باعوا هذه المدرسة وذهب كل نجومها إلى الهلال في الحديدة وإلى بقية، فخرج من أبين كل نجوم الكرة اليمنية وجاء نادي فحمان اليوم. الآن فحمان، وكان في أندية قبلها ولكن ظلمت. طيب. حتى بالملعب الذي عمل الخليجي 20 تخرب من القاعدة والإرهابيين. طيب. لم يتبقى لي مزيد من الوقت، أنا أشكرك جزيل الشكر، لكن هي مساحة أخيرة للاعتذار لمن يريد أن يقدم الأستاذ علي العصري اعتذاراته على الصعيد الشخصي، الصعيد العائلي، الصعيد المهني، الصعيد العام، لمن يقدم علي العصري سريعا اعتذاراته. لم يتبقى مزيد من الوقت. أنا لا يوجد أحد أسأت إليه حتى أعتذر، ولكن أعتذر لجمهوري الذي دائما ما ألقاه في كل مناسبات ويقول لماذا غبت عنا، فأعتذر له، لأنه هذا الأمر لم يكن بيدي وفرض علي الابتعاد فرضا، ولكن ربما الأيام تتغير ونعود من جديد لكي نخدم الرياضة اليمنية، لأن الرياضة اليمنية هي في القلب دائما. الإعلامي والمذيع الرياضي الأستاذ علي حمود العصري، شكرا جزيلا لك أن كنت ضيفي في برنامج وجوه ألوفة، كما أشكركم أنتم مشاهدي الكرام أينما كنتم داخل الوطن وخارجه على متابعتكم هذه الحلقة من برنامج وجوه مألوفة. بالتأكيد لنا لقاء في الأسبوع المقبل بإذن الله. أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء.